السلام عليكم. أنا وعدتكم بأنه تتعلموا طريقة البوظة الصحية، أفضل بوظة بالعالم وأطيب بوظة بالعالم. هاي البوظة اللي شايفينها هلأ كنت عم باكل منها، اشتهيتكم بمعنى بالشامي أنه تمنيت تستمتعوا فيها وتعرفوا سرها، وما حبيت أكلها لوحدي، فرح أخبركم بالطريقة لهالبوظة الساحرة هاي وفوائدها بعد شوي. طبعا سر البوظة يلي انتو بتشوفوها بالسوق، اللي هي شو بتفرق عن لو انت اخذت عصير فواكه، مثلا عصرت فواكه وحطيتها بالتلاجة، شو بتفرق؟ حتطلع مثل ما بسموها بالشام اسكى، لكن حتكون جامدة، يعني ما فيها هالقوام المتماوج. يعني شكل البوظة هي طرية، ما لها جام، متجمدة طرية وبتعمل شكل موجي، ويعني مثل الموجة. ف الشكل هذا قوام البوظة منين بيجي؟ مو مجرد هو فواكه عصرتهم وحطيت معهم سكر مثلا، هذا ما بيكفي. شو السر يلي معظم الناس ما بتعرفه مع انه بسيط كتير، اللي هو نبتة السحلب. نبتة السحلب بياخدوها بيطحنوها بيعملوها بودرة وبيخلطوها مع مثلا عصير فواكه. هلا انا عم بحكي على افخم بوظه بالعالم، ما عم بحكي على بوظه تجاريه يعني ان شاء الله يحطوا فيها فواكه او يحطوا فيها فواكه قليل. انا عم بحكي على افضل بوظه بالعالم، يعني تكون فاخره جدا وطبيعيه ويعني غاليه، فانت حتعملها بشكل رخيص واحسن منه. فاذا البوظه بتجيب انت عصير فواكه اللي بدك اياه وبتحط له مادة محلية، هالمادة المحلية كل ما كانت صحية كل ما كان أفضل لك، وبتحط لها السحلب، السحلب هو اللي بيعمل لها القوام هذا. طيب إذا عندك سحلب حط سحلب، ما عندك سحلب شو بتساوي؟ بتجيب بزر كتان وبتغليه، فبيعطي سائل لزج، السائل اللزج هو يلي بيعطي البوظة هالقوام أشبه ما يكون بالسحلب، لأنه كمان السحلب أنت بدك تدور كتير على سحلب يكون طبيعي نظيف مو مخلوط، سحلب ماله مخلوط مع سكر أبيض، سحلب يكون من أفخم الدرجات لأنه هو كمان أنواع. فلذلك البزر الكتان أسهل بكتير وأرخص بكتير. إذن رح أورجيكم البوظة اللي أنا بعملها. هاي البوظة هي بالذات بعملها بالليمون مشان تعطيك نشاط، وحصريا لازم مع قشر الليمون حتى تعطيك نشاط لا يوصف، ويعني فيها متعة وأشياء ما بقدر أوصفها، بدك تجربها حتى تعرف أنه هاي البوظة ما في شيء بيشبهها بالعالم. لأنه لو كنا عم نحكي بس على عصير الليمون فممكن تقلي في مثله عصير برتقال، في مثله عصير فواكه من نوع تاني، أما تقلي قشر، قشر الليمون هذا شيء صعب تلاقي مثله بأنواع الفواكه كلها، يعطيك هالانتعاش وحالة نفسية معينة وحالة فيزيولوجية عجيبة، يعني من كتر قديش بتحس انه فعلا شيء فاخر ومفيد جدا. وهذا لو تعودوا عليه الاطفال كمان ويستغنوا فيه عن البوظة التجارية اللي بالسوق كمان مشان نموهم مشان نشاط عقلهم، تعودوهم على الصح. المهم لو كان عندك سحلب من اللي حكينا عنه فحط انت مقدار معين، يعني بالتجربة ببين معك انت انه مقدار مناسب اكتر. لكن اللي احنا هلأ حنعمل بزر كتان، فمناخد 3 ملاعق طعام من بزر الكتان ومنغليهم على النار بحوالي 600 ميلي من الماء، منغليهم لمدة 20 دقيقة. بعدين مناخد هالخلاصة هاي، طبعا منشيل البزر منها منصفيها من البزر، وبصير عندك سائل لزج، فهذا هو اللي بيعطي البوظة قوامها. هلأ مناخد ليمونتين كبار ومنعصر الليمونتين ومننزع، في عنا لحنا قشرة سميكة للليمون الخارجية، القشرة الخارجية للليمون بنعرفه السميكة، لكن في عنا بكل ثمرة، يعني مثل مثلا البرتقال لما أنت بتاكل حز برتقال بنسميه، يعني بتاكل فص معين من البرتقال، فهي بتكون البرتقال عبارة عن عدة فصوص، فكل فص من هالفصوص هي أنت بدك تاكل منه فبتلاقيه محاط بقشرة شفافة بنسيج شفاف. فنفس الشيء الليمونة من جوا، فأنت لما بعد ما تعصر الليمونة بدك تشيل عنها هالنسيج الشفاف هذا، يعني مشان ما يطلع بتمك، وإن كان هو مو مزعج كتير يعني، لكن إذا حبيت تشتغل شغل احترافي فشيل هالطبقة الشفافة. هلأ القشرة، قشرة الليمون هي أهم شيء بالعملية كلها، فالفوائد اللي فيها صعب إحصائها كعلاج وكجمال وطعمة طيبة وإلى آخره. فهلأ القشرة الليمونة بتقطعها وبتجهزها، بتقطع قطع صغيرة
وطبعا يفضل اذا كنت بتعرف انه قشره الليمونه هي مثلا مره مره شوي مره كتير، يعني تختار القشره يلي هي مو كتير مره، يعني حسب ذوقك بالاخير. هالكلام كله بدنا نخلطه كمان ب 750 ميلي من الماء تقريبا، 750 ميلي. هالحكي كله اللي كنا عم نحكي عنه بنخلطه بهالماء هذا، فبيجي دور التحلية. فإذا الماء اللي استعملناه احنا بهالخلطة هاي 600 ميلي كانوا مع بذر الكتان أول ما حكينا خلصنا منهم. هلأ في عنا غيرهم 750 ميلي ماء كمان، مشان الناتج هذا كله اللي حكيناه كله نحطه بهالماء هذا. هلأ بنيجي للتحلية. أنا مثلا بهالخلطة هاي حطيت عسل 5 ملاعق كبار، لأنه معي سعلة تحسسية مشان استفيد من الخلطة بالعلاج، وحطيت معهم عسل الصبار يلي هو حوالي 15 ملعقة كبيرة. عسل الصبار طبعا أنا بالعادة ما بأخذ منه، لكن مثلا بدي أعمل هالمرة تحلية مرة بالشهر مرة بالسنة، فأنتوا ممكن طول الأطفال ممكن أنت تأخذ من كل فترة، لكن أنا بفضل أنه بدال عسل الصبار نحط ستيفيا، مشان إذا واحد ما بده يسمن يعني مثلي مثلا بيخاف من السمنة، فممكن بدال ستيفيا. لكن هلأ عم بقول لك أنا على عسل الصبار حتى تكون طعمة طيبة فعلا، وبالتالي تقدر تستغني أنت بهالبوزة هاي عن البوزة التجارية اللي فيها أمراض وفيها سكر أبيض لحاله، هذا مصيبة، عدا الملونات اللي فيها، عدا نسبة الغش اللي فيها غالبا. فأنت مشان تقدر تستغني أنت وخاصة أطفالك، فلازم تعمل لهم شيء يكون طيب فعلا. يعني إذا هالخليط كلياته هاد حطيناه بالخلاط وشغلنا الخلاط، فصار يفرم قشرة الليمون، يفرمها ناعم جدا ويخلط المزيج كله مع بعضه، فبالنهاية بيطلع عندك عبارة عن مزيج متماسك، يعني عبارة عن عصير تقريبا. هذا السائل اللي طلع عندك بتاخده بتحطه بعبوة بتلاجة، بتحب تحط فيه مثلا خشبة، بتحط فيه ملعقة مشان تمسك البوزة، بتحب بشكل تاني، المهم تركه ليجمد، بده عدة ساعات ليجمد، تركه تماما. إذا شكيت إنه جمد تركه لليوم التاني، المهم يجمد تماما. فبتلاحظ أنت لما بتفتح عليه بعدين بدك تستعمله بتلاقي جمدان، لكن مو جمدان مثل الأسكا اللي حكينا عنها، يعني مو مثل عصير جامد أنت حطيته فصار صعب أكله أو صار يعني مزعج. هلا ممكن أنت بقى تغير بالمقادير، مثلا تغير نسبة التحلية، تقلل تحلية، تكتر تحلية، ممكن تكتر من كمية البذر الكتان حتى مثلا تعطيها تماسك أكتر أو تعطيها شكل موجة أكتر مثل ما بتعطي البوزة يعني. فأنت إذا فيك تغير بالمقادير، مهم أنت فهمت سر الخلطة، وإن شاء الله بتتعود عليها أنت وعائلتك، تستغنوا فيها بهالصيف هذا عن البوزة التجارية، والحمد لله رب العالمين.